بعد كده دخلنا في مرحلة التمرد. حضرتك بتقول سبت الكونسرفاتوار فترة، ده كان بعد الحادثة دي ولا كان بعد وفاة أبو بكر؟ بعد وفاة أبو بكر. طب أنا ممكن أسألك حاجة شخصية في الجزئية دي؟ قريت وإذا كانت المعلومة صحيحة إن هو توفى في مكتبه في اجتماع مع الدفعة الأولى، حضرتك كنت موجود؟ لا أنا كنت لسه اتخرجت. ده كان موقف صعب عليه؟ لا وفاته كانت قوية بالنسبة لي، يعني كان لي عندي 15 سنة يعني، كنت معجب بيه وبحبه، مثل الأعلى وكل الحاجات دي، فضايقت جدا يعني، ونزلت مشيت لحد بيته في جاردن سيتي، من الدقي لجاردن سيتي ماشي وأنا بكي، وما قالوليش في البيت، هم كلهم راحوا البيت عنده يعني، مش وما وصلت هناك بقى لقيت زحمة كبيرة جدا وناس وأجانب، ووالدتي شافتني بقى فقامت جابتني يعني، وأنا أثرت فيها كذا وقت يعني، خصوصا انه كان صغير قوي 53 سنة تقريبا، 50 سنة طبعا يعني عمر لسه يعني هو قادم في حاجات كتير في وقت قليل قوي. لا وهو ده كان نفسه ان اليوم يبقى 48 ساعة مش 24 ساعة، لانه بيعمل حاجات كتير جدا، صحيح، هندسة ولا موسيقى ولا تأليف ولا إدارة كونسرفاتوار ولا أنا معرفش بيعمل. وانت بتعمل كده أستاذ عمر حاليا؟ انت لسه ماشي على خطوة ولا عامل العكس؟ خدت الموسيقى هي حياتي من الأول يعني، والدتي كانت عايزة، أبويا فاهم طبعا لأن أبويا درس هندسة وموسيقى وعمل يعني وعازف بيانو، صحيح. أمي بقى عشان أنا أخواتي كلهم بقى اللي دكتور واللي مهندس وأنا هطلع موسيقي يعني، حتى من ضمن اللي كان بيقوله أبو بكر خيرة اهتمامه بالهندسة عشان الموسيقى، لأن الوقت ده ما كان يعني اللي بيشتغل في الموسيقى يعني ما يروحش يقدر يقابل عيلة يقول لهم عايز أخطب بنتكم تشتغل إيه؟ مزيكاتي. مزيكاتي صعب. أنا بقى ما فرقتش معايا الحاجات دي، وموسيقى يعني موسيقى طبعا، ده كان عصر مختلف أياميه كان يعني، كان صحيح، ده كان أياميه حتى الممثل ما يقدرش يقول شهادته في محكمة بيمثل في السينما أو في المسرح، منتهى الإجحاف بالنسبة للفن اللي هو أرقى شيء في الكون تقريبا، المفروض أنه أرقى شيء يعني.